التبادل بالفساد، تبادل ادوار. يعني غطي يعني لي وغطي لك، هاي نقدر نقولها بالعاميه، غطي لي وغطي لك اليوم هاي بالعاميه، طمطم لي وطمطم لك. اصبح من المبادئ، اصبح من المبادئ والعقائد التي يجب على الجميع مع احترامات لبعض ان يؤمن بها حتى يذهب الفساد الى جيوب الفاسدين. حقيقه اغتنم هذه الفرصه لاثاره موضوع كان من الممكن ان يكون موضوع خمس دقائق او اقل قد يكون بهذا الموضوع. اكو موضوع مهم جدا وقد يكون اليوم هو حديث الراي العام ب خلينا نقول بغطاء سياسي، بحصانه سياسيه موجود عندي بالموبايل، خنثيره شويه لان هو اليوم هذا حديث الشارع، مثل ما اليوم التربيه وزاره التربيه هي حديث الشارع. الشركه العربيه العراقيه لتنميه الثروه الحيوانيه قدمت طلبات بإعفائها من الرسوم الجمركية بما يقارب أكثر من 85 ألف طن دجاج مجمد وحواصل وأكباد مجمدة ومقطعات، يعني أفخاذ وأمور أخرى، يعني مقطعات مجمدة. نعم. استغلت بهذا الموضوع قرار سابق المادة 17 دال تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره. لهنا توقفت لهنا توقفت وزارة المالية، خلينا نقول كالتالي بالدارج وعذرا للعمل، يعني ما لي دخل بالشخصيات، غلست ما دققت ما حققت ما دزت على القانون، ما قرت القانون، ما دزت تقدي كل القانونية أو القانونية عليها تأثير سياسي. لأن أنا أعتقد بعد هذه الصفقة قد تكون هناك حصانة سياسية أو فساد سياسي أو أموال تهدر من هنا وهناك، ويكون النقطة اللي تركوها اللي ما كتبوها حتى بالكتب بالأخير ويكون متعلقا بعملياتها. أسألك بالله، هي تطوير الثروة الحيوانية، الدجاج المجمد، يعني احنا نعرف مثلا يجيبون بيض تفقيس، بيض دواجن بياض، اعلاف، امور اخرى معفية، زين تجيب مجمد، شو اسوي بيه المجمد انا؟ شنو تنمية الثروة الحيوانية بهذا الموضوع؟ عندك روح تبث الروح مرة ثانية بهذا الدجاج المجمد وتخليه يصير بياض او يقوم يبيض او امور اخرى؟ يعني ما معقوله لهالدرجه هذا من 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 عدم الاحترام للقوانين، من عدم احترام المواطن العراقي، من عدم احترام الدوله العراقيه. تدرين ايش قد اذا على 1180 دولار الطن الواحد الجمرك؟ تدرين ايش قد؟ نعم. ما يقارب 100 مليون دولار بس بهاي الصفقة. هاي الصفقة اللي تعتبر من أبسط الصفقات في الدولة العراقية، دجاج مجمد تجيب الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية. أنا أعتقد على الدولة العراقية وعلى مجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته ويطالب هاي الشركة. أولا تدرين قرار مجلس الوزراء الأخير شو يقول؟ يقول أي شركة تجيب أي مواد، أولا نداء من العمليات، ثانيا سيارات وياهم حمايات توصلهم لحد المخازن. هذا الموضوع موجود، المخازن وين اللي عملوا على التفريغ على الادخال؟ انا اعتقد هاي اعطيت وبيعت بسمسره بامور اخرى، اعتقد يعني شبهات، خلي الاخوان يحققون بها. وراح تطلع بعد هذه المصيبه، هسه انا متاكد من بعض المواضيع تطلع مصائب كبيره وكبيره جدا مشتركه بها للاسف الشديد أجهزة داخل الدولة ومتنفذين سياسيين يعطون هذه الملفات لهذه الفساد، لهذا الفساد غطاء سياسي وحصانة سياسية. هذا الموضوع متروك للحكومة العراقية، لمجلس النواب العراقي، للنزاهة، الأمور الأخرى. نرجع للتربية. قبل التربية سيادة النائب، أنت فتحت الموضوع طبعا وهذا حصري إن لقناة التغيير، يعني هو بالفعل أنه قضية رأي عام. يعني قبل ما ندخل لفساد التربية، موضوع اليوم الثروة الحيوانية بالعراق، ليش احنا كل ما نقول اكتفاء ذاتي تفتح مجالات الاستيراد بحيث تفقيس ودواجن؟ من وراء هذا الشيء؟ شوفوا خلي اسولف للسالفة. فديوم من الايام بالدور البرلمانية السابقة والاسبق، لأن هي متكررة. نعم. تدرين أكو مواسم بالدولة العراقية بسبب عدم الاهتمام بالمشاريع الحديثة في قضية زراعة يعني الخضروات والفواكه، يعني نوقف الحكومة ونجبر الحكومة على أن تفتح فترة بسيطة لاستيراد المواد الغذائية، الطماطم، الخيار، بقية المواد الضرورية للحياة.
بسبب توقف إنتاجها بالعراق، لأن ماكو زراعة حديثة، ماكو بيوت بلاستيكية، ماكو كذا أمور أخرى زجاجية. فأحد الأخوان اللي هو التخصص وتليفونه عندي، ورجال كبيسي عنده برادات وعنده إجازة وعنده كذا، تدرين إحنا نطينا هذا الموضوع يوم الخميس، إجا يوم الأحد الساعة بالتسعة وشوية لو إلا شوية، لقى الإجازات نافذة، ينقل من هذا الشخص أو غيره، يقول الإجازات، يقول أحد الأشخاص عرض علي بيع الإجازة اللي هو مشتريها. هسه شلون مشتريها، شلون خلصت بالتسعة، ما أعرف، يقالب 20 دفتر، أقل أكثر، ما أعرف أنا هاي الأمور يعني. فهم طالبنا الإخوان، ما لقينا حلول. ليش؟ لأن هاي الوزارة محمية، وهاي الوزارة ذا الجماعة، جماعة الحزب الآخر فتحوا ملف فساد هاي الوزارة، جماعة هاي الوزارة الفاسدة راح يفتحون ملفات فساد الوزارة اللي تابع لهذا اللي فتح هاي الوزارة الفاسدة. فالقضية قضية تبادل بالفساد، تبادل أدوار، يعني غطي لي وغطي لك، هاي نقدر نقولها بالعامية، غطي لي وغطي لك، اليوم هاي بالعامية، طمطم لي وطمطم لك. أصبح من المبادئ، أصبح من المبادئ والعقائد التي يجب على الجميع مع احترامات لبعض أن يؤمن بها حتى يذهب الفساد إلى جيوب الفاسدين. حماية حصانة هذا القانون.